المجد لله إذا آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. تحل علينا رحمته وبركته من الآن وكل أوان ولا دهر الدور كلها أمين. نشكر ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي أعطانا هذه البركة في هذا الصباح المبارك، كما نهنئكم بهذه الأيام المباركة التي فيها نحيا ونقدم أصوات وصلوات طالبين شفاعة أمنا القديسة العذراء مريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. أحب نكلمكم حاجة النهاردة عن القديسة العذراء مريم ببساطة كده. القديسة العذراء مريم معروفة أنها ابنة القديس يواقيم والقديسة حنة من سبط يهوذا سلالة داود النبي. وعارفين طبعا أن القديس يواقيم تزوج القديسة حنة أخت القديسة اليصابات زوجة القديس زكريا الكاهن. وعارفين تماما مكانة القديسة العذراء مريم في الكنيسة وفي قلوبنا. والتاريخ يقول ان القديسة العذراء مريم كان ميلادها يوم الاحد الاول من بشمس من عام 5486 لآدم. ولدت بعدها مريم الاخرى التي فيما بعد صارت زوجة كلوبة او حلفة، وانجب منهم يعقوب ويوسي وسمعان ويهوذا اولاد خالة رب المجد يسوع المسيح اللي يدعو اخوة الرب. في عام، انا بتكلم شوية تاريخي، في عام 5489 للميلاد لآدم يوم الثلاث ثلاثة كيهك دخلت القديسة العذراء مريم الهيكل، واحنا بنحتفل بعيد دخول القديسة العذراء مريم يوم ثلاثة هيك. فعاشت حياة التسبيح وحياة الصلاة إلى أن وصلت سن 13 سنة، فصارت من هذه اللحظة خرجت من الهيكل وصارت خطيبة للقديس يوسف النجار. وصارت مع القديس يوسف النجار إلى أن تم ميلاد رب المجد يسوع المسيح يوم 29 كيهك سنة 5501 لآدم. وصارت في بيت القديس يوحنا بعد صلب رب المجد يسوع المسيح من 29 برمهات عام 1534، وده اليوم واللي تم فيه صلب رب المجد يسوع المسيح. وصارت نياحة القديسة العذراء مريم يوم الثلاث 21 طوبة عام 1545 لآدم. فكانت حياة القديسة العذراء مريم 58 سنة و 8 أشهر و 26 يوم. يمكن كتير منكم ما يعرفش التاريخ ده أو السن ده. القديسة العذراء مريم ساعة ما سافرت السماء كان عندها 58 سنة و 8 أشهر و 26 يوم. القديسة العذراء مريم لما كانت في بيت القديس زكريا او مع كانت مع القديس يوسف النجار جالها الملاك وبشرها وقال لها السلام لك ايتها الممتلئه نعمه. وده تعبير كنسي كتابي انجيلي في الكنيسه. كتابي موجود في الكتاب المقدس، أبائي موجود في أقوال الآباء، كنسي مستخدم في صلوات الكنيسة وطقوسها بصورة كثيرة جدا، بنختصر علشان الوقت. لكن لنا سؤال، إيه اللي جعل القديسة مريم العذراء تنال هذه النعمة وتصير بهذا اللقب ممتلئة نعمة، وهي الوحيدة الذي قيل عنها ممتلئة نعمة. قيل عن كل من القديسين زكريا وإليصابات برين
وسالكين في جميع وصايا الرب بلا لوم. لكن القديسة العذراء مريم الوحيدة اللي قيل عنها ممتلئة نعمة من فم رئيس الملائكة غبريال أو جبرائيل لما بشرها بالبشارة. فملء النعمة ده جاء للقديسة العذراء مريم، نعلم أنها كانت في الهيكل، وكانت في الهيكل مصلية مسبحة قارئة وفاهمة ودارسة لوصايا وتعليم وكل الناموس. نمرة ثلاثة، كانت خادمة، خادمة للهيكل تغسل الملابس التي تلطخت بدم الذبائح، وخادمة لكل من يأتي إلى الهيكل لكيما تقدم لهم خدمة. عشان كده صارت القديسة العذراء مريم في ملء النعمة لأجل صلاتها ومعرفتها للكتاب والوصايا وخدمتها في الهيكل. وده درس لينا كلنا لكيما نتعلم ونعيش وتكون لنا فرصة ان احنا نمتلئ. لابد ان يكون لنا منهج الصلاة. منهج الصلاة الكتاب يوصينا، يقول صلوا كل حين، صلوا بلا انقطاع. مش قادرين على كل حين وبلا انقطاع، يبقى يقول لنا مواظبين على الصلاة، مواظبين على صلوات الأجبية، مواظبين على صلاة المخدع، الصلاة الارتجالية، مواظبين على صلوات الكنيسة والدسات واجتماعات وعشيات وتسبحات. واحنا النهاردة في هذه الكنيسة المقدسة والمباركة التي تقدست بظهور القديسة العذراء مريم، و بعد شوية هنرسم مجموعة شمامسة، فبنوصي أولادنا الشمامسة ان احنا نلتزم ان يبقى لينا منهج صلاة لكيما تكون لنا فرصة اننا نمتلئ كما كانت القديسة العذراء مريم ممتلئة نعمة. طبعا الامتلاء بالنسبة لنا يبقى على قدر المستطاع وفي حدود إمكانية كل واحد فينا. نواظب على الصلاة، كتاب أجبيتنا، قداساتنا، تسبيحتنا، اجتماعاتنا، عشياتنا إلى آخره. النقطة الثانية اللي نتعلمها من القديسة العذراء مريم في الملء، إنها كانت في الهيكل تسمع وتعي وتحفظ كل وصايا الناموس. يبقى مهم لينا احنا برضو إن احنا يبقى كتابنا المقدس مقروء بصورة منتظمة، حافظين بعض الوصايا وبعض الآيات على قدر المستطاع، واخدين بالنا، فاهمين وصايا وتعليم الكتاب المقدس، عايشين وعاملين بكلمة الله. مهم جدا يا شمامسة يبقى لينا هذا الفهم اللي احنا عارفين، اللي الكنيسة بتعلمهن كتابنا المقدس كتاب مقروء محفوظ مفهوم معاش، يعني ننفذ وصايا وتعليم الكتاب المقدس. النقطة الثالثة اللي نتعلمها من القديسة العذراء مريم انها كانت سبب ملء في حياتها، انها كانت خادمة في الهيكل. واحنا خدام الله، كل من حمل اسم المسيح كده صار تلميذ، يعني كارز باسم المسيح. واحنا النهاردة أولادنا الشمامسة اللي هنرسمهم شماس، يعني خادم، مش مجرد ان هو يحفظ بعض الألحان ويلبس التونية في الكنيسة، لا، ده مع خدمة الشموسية ان احنا نبقى خدام لله في الكنيسة في مجالات متعددة حسبما توجهنا الكنيسة وتقول لنا انت تخدم في المكان الفلاني وتخدم في لك مسؤولية كذا في الخدمة. عشان كده نفسنا وإحنا النهاردة في هذا المكان المبارك نتذكر القديسة العذراء مريم الممتلئة مع نعمة، ناخد الدرس لينا لكيما نمتلئ نحن من هذه النعمة على قدر المستطاع، من خلال الصلاة والتسبيح والشكر، من خلال فهمنا لكتابنا المقدس وتعليم الكتاب ووصايا الإنجيل كما تقدمها الكنيسة وتعلمها لنا، وتكون لنا خدمة
على قدر المستطاع. هتقول لي طيب ما انا كانسان عادي ماليش دور في الخدمة. لا، انت خادم نفسك اولا، مسؤول ان انت تخدم نفسك، ومسؤول ان انت تخدم اسرتك ثانيا، ومسؤول ان انت تظهر بصورة المسيح وتشهد بإيمانك المسيحي لكيما تكون خادم في الوسط والمجتمع الذي أنت تعيش فيه، أيا كان هذا المجتمع، شغلك، عملك، في أي مكان. ربنا يعطينا نعمة، ربنا يبارك في هذه الكلمات البسيطة، ربنا يعيد أمثال هذه الأيام على الكنيسة والكل في ملء النعمة والبركة بشفاعة أمنا القديسة العذراء مريم وصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا تودروس الثاني. نهنئ سيدنا بهذه الأيام المباركة، وكذلك نهنئ جميع أعضاء المجمع المقدس، الأباء المرتضين والأساقفة، وكل الأباء وكل الإكليلس وكل الخدام. كل سنة وحضراتكم طيبين. لإلهنا كل مجد كل إكرام من الآن وإلى الأبد، أمين.